والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن أيها الإخوة المؤمنون، نقرأ جميعا الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأولياء الله الصالحين ولمن أقيم له هذه الرحاب الطاهرة. لهم منا جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. يا صاحب الذكرى إليك تحيتي وعليك يا خير الوجود ثنائي. نور النبي محمد كشف التجى كالبدر عند الليلة الظلماء. فهو السراج وذاك وصف إلهنا وضيا حبيبي فاق كل ضياء. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا رسول الله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته ومن هذه الرحاب الطاهرة حيث شعائر صلاة الجمعة. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني من أعلام قراء إذاعة القرآن الكريم وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة يستهل شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ بغي عليه لينصرنه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه غفور. ذلك
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار وأن الله سميع بصير. ذلك بأن
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف بالناس لرؤوف رحيم
الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وادع إلى ربك وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر
كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ونيسرك لليسرى ون
ونيسرك لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأولياء الله الصالحين، ولمن أقيم له هذه الرحاب الطاهرة، لهم منا جميعا الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، وكانت خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة. خطيب جمعة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر. الآن يرفع النداء من يوم الجمعة بصوت فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعمان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله.